حياتي طلبت يكون عندي اوركسترا. انا ما بدي اوركسترا. بفي اوركسترا. خرج لينا خوري، برحب فيك عبر اغاني اغاني، ونحن اليوم موجودين بمسرح المدينه لمسرحيه من توقيعك مجنون يحكي. اول شيء بدي اسالك هيك سؤال، قد ايه جرأة منك تكوني بهيدا الوقت عم بتقدمي مسرح؟ ما بعرف اذا بسموها جرأة، كل الناس تقلي عن الجرأة، بس انا برايي انه لازم نعمل اللي بنفكر فيه واللي بنحسه، واذا ما عملناه بهالحياه ايمتى رح نعمله؟ فاذا قعدنا على جنب ونطرنا انه الحاله مش منيحه بتقطع الحياه قدامنا ونحن قاعدين عم نتفرج. فانا بلاقي انه هذا الشيء ضروري ينعمل، ما خصه بالجرأة. زياد الرحباني معروف عنه قد ايه صعب تشتغلي معه، كيف كان هالتعاون؟ يعني صراحة كسر كل التوقعات، وكان كتير سلس ومتواضع ولذيذ بالشغل جدا، ما في قول ابدا غير هيك. انا كنت قايلين للناس انه صعب بس ما شفته ابدا، بالعكس شفت كل الاحتراف والتواضع والشغف والسلاسة. شو بدي اقول لك، يعني ما بقى يعني ما في حدا يغبر على زياد الرحباني، حتى لو نسي مقطع صغير تزبط معه وما حدا بحس. خبرينا هلا المسرحية أي متى عم تعرض؟ كل خميس جمعة سبت أحد بمسرح المدينة من هلا ل 17 نوفمبر. خبرنا أول شيء هيك شو شعورك اليوم أول عرض لكم للمسرحية؟ أول شيء بكل صراحة يعني بعدني مبسوط كثير إنه بعدنا عم نعمل مسرح، يعني هيدي أهم شغلة بالنسبة لإلي. بصراحة وأنا عم بمثل إلي بالعادة حس بنفس الناس، يعني اليوم ما قدرت حس بنفس الناس لأنه كنت متوتر أكثر منهم، وهيدي نادرا لتصير معي. بعتقد الناس كانوا مبسوطين، بعتقد بتصور يعني. طيب شو بتخبرنا عن التعاون مع زياد الرحباني؟ شي بيعلي الراس واحد، وبيخليني وطي راسي الي انا، لانه عن جد ما توقعنا من هيك انسان كنا نبصره بمنامنا ونحن، يعني لما كنت شاب، بديش اقول لما كنت صغير لانه انا مجايله شوي صغير، كنت ابصره بمنامي اجي اوقف قدامه على المسرح. يعني هاي شغله ما كنت بحلم فيها ابدا بحياتي. ايش رايك؟ شو بدك؟ خبرني. نعم. نفعوا الدواء؟ اي ما بعرف، هي هو بعطيته. اسمع، ما في اوركسترا. بدنا نقتنع انه ما في اوركسترا لنقدر نصبر. قد ايه بتلاقي دورك بالمسرحية قريب لإلك؟ قريبة مهدنون، قريبة لإلي ب إذا بدك عنادة، ب دايما لاحقة الحق والحقيقة وحرة برأيها، حرة تعبر كمان، بس ما بتشبهني بتضحيات اللي عملتها مهدنون. يعني أنا ما بضحي بعائلتي، ما بضحي بحياتي أنا الشخصية، ما بضحي بحياتي، أنا بهمني أعيش مبسوطة، فهي جريئة أكثر مني بهذا الموضوع. أنا خويفة وجبانة، بعقد تعاون مع زياد، بعقد عن جد إنسانة وكريم بكل شيء، بوقته بالتمارين بعاطفته بذكاءه بحضوره، ومهذب كثير وبيحترم كثير. دامي مور أخذت 10 مليون دولار لتقرع شعرها، ندى وفرحات قد إيه؟ تعال هون. أقول قدام مينا اللي أخذته هو سيلف ساتيسفاكشن أنا ولينا للدور، فكتير هيك كأنه أخذ مليون دولار. زكي لازم تقولي بتعشي على إيه بدي نسيتك، يا ابني بتعشي من أول ما خلقتك، من بعد أمك زلتي ودي على حالي. طيب ما بعزف عليك، ما بعزف عليك، مستحيل والله لو بعزف قلت لك ما بعزف على ولا شيء. لازم تعشي. ما بعرف، ما بحياتي دقيت على ولا صراحة. نحن جروب هيك يعني كثير كومباتيبل مع بعضنا، والشغل معهم ولا ألذ من هيك، كلهم بروفيشنال وبنعرف بعضنا. في أستاذ زياد أول مرة بنشتغل معه بعقد، يعني كله هيك لا ولا ألذ من هيك، بروفيشنال لطيف كثير معنا وهيك وخفيف. نمرة فتح كتاب. أي كتاب؟ حيالله كتاب.
أغراء والبنون بلكو. مسرحية حلوة بتخض بتضحكك وبتوجعك بنفس الوقت. ألف مبروك. حلوة كتير. سوري بعدني مخدودة. شو بدي أقول يعني بتجنن. شابو للكل، تمثيل، الإخراج، النص، كل شيء كل شيء كل شيء. الموسيقى روعة. مسرحية حلوة كتير وقاسي يعني بتضرب على الوتر. بتحط الأصبع على الجرح، بتوجع كتير وبتحرك شيء ما بعرف، إن شاء الله يوعي. منيح بعد فيه منشوف نقدر نشوف مسرح لبناني بهالشكل اللائق الجميل المهذب من النواحي التقنية والفنية والأدبية بعمق النص وسطحيته بنفسه. يعني شو بدي أحكي خلص. هلا عم يعزفوا؟ ايه طبعا مش سامع. جيب ده هلا عم يعزفوا؟ جيب ده في بزر. لحظة ما في شيء. أنا مصير ما بسامع شيء. هولي كلهم براسه. إذا بدك يوقفوا بدك أنت تقتنع إنه مش موجودين دغري بوقفوا.